السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الأون عيد ماضي استماع، ولو أننا نتكلم عن السرطان في هذه الحلقات فهذه المعلومات صالحة لجميع الأمراض، الأمراض المناعية الذاتية وأمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي، وكذلك ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الضغط والنقرس، يعني هذا الحمض اليوريك، وكذلك الخلل الهرموني عند النساء والرجال. فهذه النصائح هي صالحة لجميع الأمراض. لماذا؟ لأن العلاجات الطبيعية تستهدف الجسم، يجب أن يكون الجسم سليما من جميع الأمراض. العلاجات الحديثة لا، العلاجات الحديثة تستهدف مرض معين بدواء معين، مرض كذا يصلح له دواء كذا، وهذا الدواء لا يصلح لمرض آخر. العلاجات الطبيعية لا، العلاجات الطبيعية هي تستهدف الجسم، يجب أن يكون الجسم خاليا من جميع الأمراض، وهذه الوصفات تصلح للسرطان وتصلح للأمراض المناعية الذاتية وتصلح لأمراض الجهاز الهضمي ولجميع الأمراض. ففي هذه الحلقة سأتكلم عن طرح السموم، ديتوكس أو كلينزين in English. فطرح السموم لا بد منه. لماذا؟ لأن عملية طرح السموم هي عملية مهمة جدا قبل أن يبدأ الشخص أي علاج. لا بد أن ينظف الجسم من الداخل لكي يعطي العلاج نتيجة. لماذا؟ لأن إذا يعني بدأت علاجك وجسمك لا زال ملوث من الداخل، جسمك راكم وجمع توكسينات ومواد كيماوية ملوثة، معادن ثقيلة ومواد البلاستيك ويعني مواد السلفيت إلى آخره، فهذا الجسم راكم مركبات يعني سامة، فيجب أن يطرحها، يجب أن يتخلص منها لكي يكون العلاج سهل أو هذه العلاجات تعطي نتيجة جيدة. ولذلك هذه العملية لا بد منها، وأن هذا السرطان كما تكلمت في حلقة البارحة يتطلب وقت، لا تستعجل العلاج مع السرطان، إذا اندفعتم سيكون كارثة. الذين اندفعوا كلهم للعلاجات الحديثة دون أن يغيروا نمط العيش، كلهم وصلوا للميتاستيزيس، ووزن الوزن الجسم يتراجع من 70 الكيلو، وزنك يتراجع إلى 35 و40 كيلو، ولا زلت لا تريد أن تفهم. هذا هو مشكلنا. الشخص كان يزن 80 كيلو و70 كيلو ووزنه تراجع، أصبح 35 و40 ولا يقدر على الأكل، وليس له شهية وله غثيان، ولا ثم لا زال لا يريد أن يفهم، وهذا هو المشكل. ولذلك البارح تكلمت بأن السرطان يلزمه وقت، يتطلب وقت علاج السرطان، وكذلك صبر، وإنسان يسكت شوية، يسكت ما يكترش الأسئلة والكلام، ثم كذلك فهم العلاج، أن يفهم الناس العلاج. لماذا؟ لأن ربما شخص يسمع عشبة تعالج السرطان يذهب يشتريها يطبخها ويشربها ويقول سأعالج السرطان، سيتأخر عن العلاج، الورم يعني سينمو ويعني سيتأخر عن العلاج، ثم في الأخير ماذا يعمل؟ حذاري ثم حذاري. يعني العلاج السرطان لا يحتمل الخطأ، علاج السرطان لا يحتمل الخطأ. هناك علاج نعم، لكن يجب أن تفهم هذا العلاج وأن تقدر عليه، وبدون كثرة كلام. فسمعتم بالجرافيولا، العالم كله واحد الوقت بداو الناس كيشريو الجرافيولا تعالج السرطان، سمعوا الجرافيولا تعالج السرطان، الجرافيولا تعالج السرطان، الناس شراو الجرافيولا، شربوا اكلوا الجرافيولا، ما عالجوا السرطان ووصلوا للميتاستيزيس. وهذا هي العشوائيه التي لا نريد. يعني ان يفهم الناس لا يمكن ان يعالج السرطان بهذه البساطه وبهذه السذاجه. انني يعني جرافيولا تعالج، اشتري عشبه اطبخها واعالج السرطان، ليس هكذا. علاج السرطان هو نظام متكامل فيه الرياضة وفيه الجوع أو الصيام وفيه شرب الماء وفيه نظام غذائي طبيعي وفيه النظام الطبيعي فيه الطازج، فيه المواد التي تستهلك بدون طبخ، وفيه كذلك مكملات وفيه وصفات وفيه توابل وفيه بذرات وفيه أعشاب تشرب، يعني وفيه راحة النفس وفيه يعني، وليس يعني علاج السرطان هو نظام، نظام وليس عشبة، يعني أشرب عشبة أو عالج سرطان. يا إخوانا والله يسحبوا تماما هذه الفكرة هذه من دماغكم، سحبوها تماما أن عشبة كذا تعالج سرطان. أنت لازلت تأكل لحوم وتتناول نقانق وسكر ويعني ومقليات وحلويات، وتطبخ بزيوت صناعية، وتأكل تشرب مشروبات غازية وكعكات وبسكويتات ومصائب، ثم يعني تطبخ عشبة وتشربها. لا،
ليس هكذا، لا 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 لا، لا يعالج السرطان بهذه الطريقة. السرطان يعالج بالحزم، تكون إنسان قوي معنويا، نفسيتك تكون قوية تهزم السرطان، وليس هكذا يعني عشبة تعالج. وأن لا يكون، لا يتكاسل الإنسان، خمول ممنوع مع السرطان، تهور ممنوع، تكون قوي ويعني تكون مواظب، تشتري البذرات وتشتري الأعشاب، ويعني تذهب إلى المطبخ وتهيئ المقادير يعني، وترتاح ويعني تعمل رياضة شيء، إن شاء الله السرطان يعالج، لأن كثير من الحالات تعالجت. وحتى يعني العلاجات الحديثة لما لا، إذا كان شخص عنده جسمه يعني مناعة مرتفعة ووزنه جيد وقوي ويقدر على الكيميوثيرابي، فيجب أن لا يتنطع الناس، يأخذ جرعة واثنين تساعده يعني يكون تحسن أكثر، ممكن يوقف ممكن يكمل، لكن إذا رأى بأن جسمه يعني يهلك ويتوقف، عباد الله أنا قلت ناس كان عندهم وزن 70 و80 كيلو، تراجع الوزن إلى 30 كيلو ولا زال لا يريد أن يفهم، يعني بالمنطق فقل يعني منطق، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الموت. لماذا؟ لأن الشخص نسي يعني الأشياء اللي في المنزل واعتمد فقط على الكيميوثيرابي 100%، لأن العلاجات الحديثة، الطب الجراحة، الطبيب قال لي وسأتعالج، ولكن هو يرى بأنه يدوب، جسمه يدوب يعني وزنه من 75 و80 رجع ل 35 ولا زال يتحدث مع الناس بأنه سيعالج السرطان. كيف تعالج السرطان؟ مناعتك تخربت، وزنك تراجع، ليس لك شهية حتى للأكل، من أين تأتيك المناعة؟ يا إخواننا فهموا، الله يجزاكم بخير، لا بد من تنظيم العلاج، تنظيم العلاج مهم جدا. أول خطوة طرح السموم، إذا أردت أن تطرح السموم لا تضيف سموم أخرى، لا يمكن أن تطرح يعني تطرح السموم بأنك يعني تتخلص منها نهائيا ولا تعود لجسمك، يعني إذا امتنعت عن المواد المصبرة المصنعة فيعني جيد، الجسم يعني سيرتاح سيتنفس. لماذا؟ لأن يعني قطعت عنه المسرطنات، ثم المسرطنات التي تراكمت يجب أن تطرحها، ليس 100% ولكن 30 و40 و50، واجتهد. وهذا الديتوكس يعني هذا طرح السموم يكون قبل العلاج، قبل ما تبدأ العلاج أو حتى أثناء العلاج، جيد يعني لما لا. فهذا طرح السموم فيها طرق، السويسريين والألمان والكنديين والأمريكيين والكوريين، يعني طرق مختلفة حسب البلدان وحسب يعني عادات الناس الغذائية، يعني تمشي عند شخص عندنا في المغرب الدكالة ولا الرحامنة ولا قصب التادلة، ولا تمشي للغرب ولا يعني شخص يعيش في البادية عنده 70 سنة وتقول له تعمل ديتوكس، يعني لا يفهم شيء، أو لا تقول له يعني يتوقف عن اللحوم، لا يفهم شيء. بالنسبة له يجب أن يكون علاج يبلعه فقط، يعني حياته لا تكلم معه في حياته، هذا هو المشكل الحقيقي وليس علاج السرطان. السرطان ممكن يعالج، لكن هذا هو المشكل، هناك عوامل كثيرة، هناك أعمار لا تؤمن بالعلاجات الطبيعية، وتكلمت عنها في حلقات سابقة، 60 و70 عام لا يؤمن بالعلاجات الطبيعية، الشباب 18 و20 سنة لا يؤمن بالعلاجات الطبيعية، يعني هكذا، يعني تجيب يعني شاب عنده 20 سنة وتقول له نعطيك الحلبة، لا، يقول لك أنا نمشي للمستشفى وعندي الطبيب ونأخذ، يعني هكذا، الأعمار 60 و70 ويعني 70 سنة عاش وكيسمع الطب وتجي أنت تقول له يعني خذ حبة، لا لا يمكن. ولذلك قلت يعني السرطان يتعلق بعلم الاجتماع، علاج السرطان يتعلق بعلم الاجتماع بامتياز، يجب أن يعني أن يفهم الشخص العلاج وأن يكون دارس العادات الناس وحده. فالآن نحن الآن في آخر فصل الربيع، هذا الفصل تكون فيه خضار، بعض الخضار جيدة وبعض الخضار انتهت مدة استهلاكها، يعني ستوب، هي لا تضر، لا زالت في السوق ولكن ليس وقتها، هي لا تقتل لا تضر، ممكن يستهلكها الناس ولكن لا تنفع. وحتى النساء الآن يعني تلاحظ عندنا في المغرب مثلا الجزر واللفتو والبطاطس، ليس وقت البطاطس الآن، يعني هناك نوع من البطاطس يبقى حتى لشهر 4 و5 و6، نعم، لكن ليس وقت البطاطس، هذا وقت اليقطين ووقت القتاء ووقت البنجر، هذه نسميها في المغرب الباربة،
هذا البنجر شمندر أحمر، وكذلك يعني وقت الفيجل، فيجل جيد الآن، كرفس لازال، كرفس لازال في السوق، المقدونيس الآن موجود، يعني هذا الوقت هو هذا فصل البصل الآن. البصل يستهلك، يعني أقوى خضرة الأهلي الآن في وقتها هي البصل الآن. فيعني هذه هذا ديتوكس، هذه طرح السموم، طريقة الخضر جيدة، لكن إذا مزجناها مع التوابل تعطي نتيجة باهرة، يعني تطرح السموم. كاينة طريقة كنت أتكلم عنها فيها عسل، لكن أنتم تعلمون أولا أن العسل لا يمكن أن نستوطق لأنه مغشوش، وأقولها وأنا متأكد، عسل مغشوش. ثانيا طرق الإنتاجية طرق حديثة. ثالثا الثمن مرتفع. إذا كان عندنا طريقة أخرى لما لا، أحسن من العسل، طريقة أحسن من العسل طبعا. فلما كان عسل طبيعي ورخيص وموجود عند الناس، وكان الناس يعني عندهم شيئا من الكسل، لا يريدون أن يقوموا بعصير خضر، ما عندهمش حتى طحانة خضر، كنا نتكلم الناس لماذا؟ لأن العسل سهل، إن عسل مع ماء دافئ يشرب، لما تتكلم مع الناس هكذا جيد، كنا ننفع الناس وننصح الناس. لكن الآن هذه الطريقة طرح السموم بالخضر هي أحسن. خضر وأوراق خضراء، الإخوان في أوروبا وأمريكا البلدان الآسيوية هي اللي فيها الحشائش خضراء، الحشائش الخضراء كلها جيدة، من الجرجير إلى الأذى كلها هذه الأوراق، يعني الخضر الورقية التي تؤكل على شكل أوراق، مثل المقدونيس، مثل الكزبرة طرية، لا هي موجودة الآن، الكزبرة طرية الآن غير موجودة، الله يجزيكم خير، ليس وقتها الآن. مقدونيس مقبول، كرفس شيئا ما، الكرات والبصل والثوم، الثوم لا زال لا يجنى، والبصل يجنى قبل الثوم، لكن الثوم كذلك الآن يستهلك. وهناك القتة الآن، كاين القتة، وكاين الطماطم الآن بدأت راه فصل الطماطم الآن، هذا القتة واليقطين، اليقطين في المغرب نسميه القرعة السلاوية، لا أدري لماذا سموها القرعة السلاوية، هي لا علاقة لها بمدينة سلا، هي نسميها القرعة السلاوية هكذا في المغرب، يعني هذه اليقطينة، هي هذه اليقطينة هي مثل الجرة، اليقطينة معروفة، هذه الباتل جورد إن إنجليش، لا كاليباس أون فرونسي، لا كاليباس أون فرونسي، ذا باتل جورد إن إنجليش، هذا النوع من القرع، هذه القرعة السلاوية نسميها اليقطين، هي الاسم بالعربية واليقطين، لأن اليقطين شجرة كيطلع في السماء، هو ماشي هو من الحبليات، لكن الحبليات التي تطلع هذه. فهذا وقت اليقطين الآن، يقطين جيد، هذا القتة، الفقوس في المغرب نسميه الفقوس، هذا الكونكومر أمريكان كونكومر، هذا الفقوس كاين الآن، والقتة، وكاين هذا اليقطين، هذه القرعة السلوية، وكاين الفجل، وكاين الباربة، هذه البنجر أو شمندر أحمر، هو وقته الآن، والبصل والكرات والثوم، البصل الآن، البصل يعني. ويعني الناس اللي عندهم جرجير واللي عندهم أوراق أخرى، هذه أشياء تغسل جيد، تقطع وتطحن بطحانة خضر مع ماء معدني، ويضاف معها يعني هذا العصير خضر، يضاف معه زنجبيل يصبح هائل بالنسبة للديتوكس. يضاف معه زنجبيل مطحون على شكل بودرة، لما لا، إذا كان طري جيد يطحن، إذا كان طري يطحن مع الخضر، إذا ما شخص عنده يعني زنجبيل طري يستعمل زنجبيل يابس مجفف، مش مشكل، يعني هذا زنجبيل، إذا كان شخص يحب مذاق الكركم، كركم كذلك لما لا، يضيف شيء من الكركم، نعم جيد، ويعني يشرب 3 مرات و4 مرات في اليوم هذا العصير، 3 مرات و4 مرات في اليوم، ويشرب ماء بكثرة، ويحاول ما أمكن كذلك يكون جوع، يعني لا يكثر الأكل لما يكون يعمل ديتوكس، لما يكون يعمل هذا طرح السموم، لا يأكل كثير، والأكل كذلك يكون خضر، يكون أكل نباتي، يعني في حساء الشعير، يعني في إذا كان مثلا بقوليات، شخص يحب بقوليات مش مشكل، إذا كان رز، هذا رز بالمطهي بالبخار، ويكون فيه شوربة خضر كذلك، ويكون فيه طبيخ خضر، نعم جيد، لما لا، لمدة أسبوع أو 10 أيام، هذا ديتوكس، يعني هذا طرح السموم لا بد منه. لماذا؟ لأن طرح السموم كنا نحن نعملها بعصير الخضر والرياضة وشرب الماء والصيام والحجامة، يعني هذه هي الأسس طرح السموم، يعني طريقة، يعني قبل ما يبدأ الشخص في العلاج حصة حجامة، ثم كذلك رياضة
الرياضة صباح مساء، الرياضة سرطان، سرطان الرياضة، الرياضة الرياضة الرياضة. ثم كذلك الجوع، شخص يجوع ويعمل هذا عصير الخضر لمدة أسبوع 10 أيام، يعني هذه لا بد منها. شرب الماء بكثرة، يعني الماء هذا سرطان، الناس خصهم يشربوا الماء بكثرة على الأقل لمدة أسبوع. هذا النظام هذا لمدة أسبوع، عصير خضر فقط مع زنجبيل أو كركم. اللي عنده أعشاب أخرى لما لا، تكون أعشاب طرية، عنده زعتر مطحون، اللي عنده أشياء كذلك ممكن تضيفوها لهذا لما لا. ثم الشخص يبدأ العلاج، العلاجات الطبيعية اللي تكلمت عليها، النظام الطبيعي مع هذه الوصفات اللي عطيت من البذرات ومن التوابل ومن الأعشاب مع المكملات، بروبوليس، غذاء الملكات إلى آخره، يبدأ علاج. ثم حسب حالة السرطان، هناك حالات وصلت إلى المرحلة الأخيرة ثم الناس يرجعون ويريدون علاجات طبيعية. الجسم الذي يعالج طبيعيا يجب أن يكون قوي على العلاج، يكون قوي، يكون لا زال عنده هضم جيد ولا زال عنده شهية للأكل. فالشخص خربوه، يعني وزنه تراجع من 70 إلى 35 ثم تريد أن تطبق عنه العلاجات الطبيعية، في هذه الحالة لا أظن أنها، يعني وعليا كل شيء مهم، ما غداش تضره ولكن ما غداش تنفعه لو كان بداها من قبل. وهذا هو الخطأ الذي يسقط فيه الناس. نحن نقول للناس، لا نقول لكم بأن لا تعملوا كيموثيرابي. أنا مع عمري قلت لواحد ما تعملش كيموثيرابي، نقول له أنت اللي قرر وأنت اللي تعرف جسمك وأنت اللي معاش. أنا ما نقولش لك لا أعمل ولا ما تعمل، لكن الناس يكونوا أذكياء مع العلاج وينظموا هذا العلاج فقط. أنا الشخص يبقى رجل هنا ورجل هنا وخايف، يعني لا ليس هكذا، لا ليس هكذا. يعني هذه العلاجات الكيميائية، أنا قلت بعض الحالات، يعني لما يكون شخص لا زال عنده قوة ولا زال مناعة جيدة وجسمه قادر على الكيموثيرابي ويريد أن يعني أن شيئا ما هذه الكيموثيرابي تساعده شيئا ما، نعم. لكن الذي يعول على الكيموثيرابي 100% ولا يغير أشياء، هذا الشخص ذاهب إلى الميتاستيزيس وذاهب إلى الهلاك، هذا الشخص ذاهب إلى الهلاك. وكثير من حتى الحالات التي امتنعت عن العملية وعن الكيموثيرابي خطأ، خطأ. لماذا؟ لأن استئصال الورم ليس العضو، استئصال الورم وليس العضو. استئصال الورم بعملية جراحية شيء عادي، يعني لما لا؟ لكن النساء الآن تخاف من الجراحة. إذا كان السرطان ثابت لا يتحرك، مستحالة مستقرة لا يتحرك، لا ينتشر في الجسم سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، جيد، يعني ناجح، هنا العلاج ناجح. لكن هذه السيدة لكان عندها الورم وتبقى شيئا ما نفسيا متضايقة، ممكن تستأصل الورم، مش مشكلة، يعني الجراحة في بعض الحالات لما لا. لكن لا يبقى الناس هكذا، أنا لا أعمل إجراء، أنا لا، لأن لا أعمل جراحة ولا تعمل أي شيء فأنت تنتحر. في النساء الآن رفضوا العملية الجراحية ورفضوا الكيموثيرابي، ولكن من جهة أخرى لا يقومون بأي شيء، لا تريد أن تغير الأكل ولا تريد أن تغير نمط العيش ولا تريد أن تستعمل مكملات وما عندهاش بروبوليس. وكاين سيدات، لا زالت السيدة تتهور مع البروبوليس وكأنها عشبة. يا إخواننا الذين لا يتناولون بروبوليس، يعني العلاج غير آمن، يقدر يعطيك نتيجة يقدر ما يعطيكش نتيجة، لكن بروبوليس على الأقل، بروبوليس على الأقل ما توصلش الميتاستيزيس وما ينتشرش في الجسم. يعني لما نعطي معلومات للناس لا تخلطوا المعلومات، الله يجزيكم خير. بروبوليس لا تناقش، لا بد منها لأصحاب الصلاة. الذين لا يتناولون بروبوليس، هذه الأشياء أخرى ربما تكون غير كافية. لماذا؟ لأن ربما يكون الورم وصل لواحد يعني المرحلة شوية متقدمة، وهذا يعني النظام والرياضة والأعشاب وهذه الخلطات ربما لا تكفي، ربما السرطان يكون أقوى من هذه الوصفات، هذه كاين مشكل. ولذلك الأكبر لا بد منه. هناك كاين سيدات، أنا حصلت على الأكبر من عند شخص كيف أستهلكه، لا زالت تسأل، هي عندها سرطان ولا زالت تسأل. يا إخوانا لا تضيعوا الوقت، الله يجازيكم بخير. لماذا اشتريتي أخذتي الأكبر من عند شخص؟ لماذا؟ لأن لما تأخذي يعني أكبر على شكل كبسولات فالعلبة مكتوب عليها القدر وكم إلى آخره، على الأقل يعني. واللي عندهم البروبوليس على شكل كبسولات، هناك أشخاص يعني رفضوا البروبوليس لأنهم يشكون في أنه مغشوش. يا إخوانا لا إله إلا الله معكم، والله لا إله إلا الله معكم. أنت يعني والله أنت تمشي فوق حبل خطر، أنت داخل منطقة الخطر ولا زلت، يعني سبحان الله، أنت معك سرطان يا أخي، هذا ليس كلام شخص عنده سرطان.
انا عندي سرطان وعندي نظام غذائي وعندي مكملات ووصفات، ولكن بروبوليس يعني اشك فيها مغشوشه. انت لا زلت تشك فيها مغشوشه وانت معك سرطان يا اخي، تناولها، تكون مغشوشه ولا غير مغشوشه، تناولها وابحث عن ماركه اخرى. تناول كيفما كانت هذه البروب، تناولها وابحث عن ماركه اخرى، وليس لا اتناولها لانها مغشوشه. ها والله سبحان الله، يعني والله لذلك قلت شوف، اذا كان العلاج منظم، اذا نظمت العلاج والله تعالجون السرطان. ولماذا حالات تعالجت؟ لماذا؟ أنا أسأل لماذا حالات؟ آلاف وليست ثلاثة وأربعة. وإذا كان العلاج تنظم العلاج فهناك علاج، إذا لم تنظم العلاج ولا تفهم العلاج ويعني تبقوا تستعجلون العلاج ولا أنتم مع العلاج الحديث ولا مع هذا، لا نريد هكذا. فيعني عملية طرح السموم لابد منها، وحتى أثناء العلاج الطبيعي يعني كل شهر تعمل، تتوقف أسبوع وتعمل طرح السموم، هذه تعطي للجسم يعني كتخلي الجسم يرتاح ويتنفس أكثر، لأن الجسم الآن مخنوق بهذه الملوثات، وهذه المواد التي راكمها الجسم هي التي سببت هذا السرطان. ويعني وهذا، فهناك كذلك شراب أعشاب كذلك أثناء هذا عملية طرح السموم. في المساء شخص يهيئ شراب زنجبيل مع خولينجان، يهيئ شرب زعتر، يهيئ شرب اكل الجبل، يهيئ شرب مورينجا، يهيئ شرب يشربه في المساء، ويشرب كوب كبير وليس هذا جيد كذلك. هكذا يعني الناس ينظموا العلاج وما يبقاوش مقابلين للعلاج. عندي سرطان يا اخي، خرج اذهب الى عملك وسير، يعني شوف حياتك، وليس مقابل سرطان، يعني نظم العلاج ديالك ونسى سرطان. ملي كيوصل الوقت راك تهيئ عصير خضر، تهيئ اكل تأذن والمكملات تناول، تهيئ اعشاب تشربها او بماء او تكون مطحونه او شيء، هكذا تنظم علاجك. وليس انا يعني شخص في المنزل عنده سرطان مقابل سرطان، ليس هكذا يا اخي، والله ليس هكذا، ليس هكذا. يعني عاد كاين الناس في يعني في يعملون ولا يتكلمون عن السرطان، وشخص عنده سرطان لا يتكلم عن السرطان، يعني منظم العلاج عنده، ولكن عندهم سبحان الله كاين بعد الزوجات صالحات، يعني والله كاين الأطباء ساعدوهم زوجاتهم أكثر من الطب. أنا كنعرف أصدقاء أطباء عندهم زوجاتهم ما شاء الله، كنقولوا في المغرب حادقات، ها، وليس حادقات ومسؤولات كذلك، لأن يعني المرأة طيبة، المرأة طبعها طيب. علاش هذاك الشيء؟ علاش اللي كيبغوا يبيعوا شي حاجة كيكذبوا على المرأة؟ لأن المرأة يعني هشة طيبة، تطيق كتصدق، كيقول لها نبيع لك هذه العشبة تشريها، ولا نبيع لك هذا الثوب بثمن كذا تشريه. هي الله خلق فطرة طيبة هكذا لينة، وكاينين أطباء عندهم زوجاتهم نفعهم أكثر من الطب، هي اللي مكلفه بالطبخ، وهي اللي قطعت المصبرات، ورغم راجلها طبيب، زوجها طبيب، قل لها انا اريدك ما ليس هناك لحم، ونجحت. نساء اللي نجحت ماشي الرجال، ونجحت لان يعني اخرت السرطان بخمسه وسته وسبع سنوات. يعني هذا هو، يعني صعب يعني ان يخضع الطبيب لعلاجات مثل هذه. لان يعني بالنسبه للطبيب الكيميوثيرابي والراديوثيرابي هو قارئ الميكانيزمات وكذا، لان الخليه لا يمكن ان تتراجع، وهي المهم الاشياء اللي قراها ما يمكنش تشيلها له من دماغه، لا يمكن، يؤمن بها 17000%. هو قرا في الكليه، يعني كليه الطب، يعني مدة من عمره قرا بان الميكانيزم السرطان، بان الخليه وان لاميوز ولاميتوز والخلايا تنقسم وتعطي هذا، وعند جد تقول له راه ممكن تتوقف، لا لن يصدقك. وكاين الاطباء راوا بان حاله ميتاستيزيس تراجعت وتعالج اصحابها ولم يتوفوا، بعدما قالوا لهم عندكم شر وتموتوا، ولا زالوا احياء ما زالين عايشين، ومع ذلك لا يريد ان يصدق. يرى بعينيه ولكن لا يريد ان يصدق. لماذا؟ لان تاثر فيه العلم، طب اثر فيه من اللي كان كيقرا، وصبح يعني يعبد هذا الطب، لا ما يرضاش، مابقاش يرضى، يقول لك انا قريت 7 و8 و9 و10 سنوات ونرجع انا للكركم، يعني طبعا انا لا اقبلها، يعني شيء هكذا الانسان طبعه هكذا مهما نعمل. لكن اذا كان هذا النظام العلاج ينظم وليس عشوائي، سمعت عشبه تعالج السرطان، هذه سحبوها من دماغكم، كاينش عشبه تعالج السرطان، كاين نظام يعالج السرطان. سمعت مكون، قالوا لي هراس الحجر، قالوا لي اغريس، قالوا لي برزطم، قالوا لي مريوت، قالوا لي هذا، سحب هذه المسائل.
المعلومات اللي عطيت كافية بدون أن تذهب إلى هذه الأعشاب السامة، بدون أن تذهب إليها. هذه المعلومات كافية. لماذا؟ لأن السرطان هو أن يعني أن تمتنع عن المسرطنات، هو العلاج. لازلت تأخذ مسرطنات، ليس هناك علاج. ولذلك أنا قلت الشرط الأساسي في العلاج هو أن تقطع جميع المواد التي لا تهيئ في المنزل، لأنك لما تهيئ مادة في المنزل أنت الذي هيئتها وتعرف ما هي. لما تشتري مادة مهيئة أنت لا تعرف ما فيها. جميع المواد المصبرة المصنعة كلها في مضافات غذائية، ليس هناك مادة بدون مضافات غذائية، بما في ذلك الخبز. فالناس يفهموا هكذا، تنظموا العلاج. يعني رقم واحد تمزقروت، رقم واحد تقطع جميع المصبرات المصنعات والزيوت الصناعية والسكر واللحوم، هذه المصائب جميع كلها. ثانيا أن يعني يكون نظام الغذائي طبيعي، لا، ثانيا هي طرح السموم، ثانيا طرح السموم. وهذا طرح السموم معها في نفس الأسبوع اللي تعمل في طرح السموم، اعمل حصة حجامة واعمل رياضة يوميا صباح مساء، رياضة جيدة، رياضة حتى تتعرق، وليس أي مشي، مشي جيد، حركات في المنزل جيدة، اشتري مثلا دراجة في المنزل، اشتري أي شيء، يعني معدات الرياضة الآن موجودين، معدات الرياضة موجودين تشتريها، بالعكس هذه هي اللي تصرف فيها مالك. ثم يعني هذا طرح السموم بداية، رقم يعني ليس رقم واحد، إنما بعد ما يعني تقطع هذه المسرطنات، ثم هذه الرياضة الحجامة والرياضة وهذا الديتوكس، هذا طرح السموم. وتشرب الماء لما تكون تعمل هذا طرح السموم، اشرب الماء بكثرة، اشرب 3.5 لتر في اليوم. يعني هذه أثناء هذا الأسبوع اللي تعمل فيه طرح السموم. لذلك قلت طريقة ذكية، هي طريقتي، طريقة الدكتور محمد فايد. هذا الأسبوع اللي انت تعمل فيه أو 10 أيام أو أسبوعين، أين المشكل؟ تتناول خضار وكل شربة خضار، يعني سلطة خضار، وعندك رز مطبوخ بالبخار وحساء شعير بزيت زيتون، شيء ممكن تأكل. لكن أثناء هذا الأسبوع اللي تعمل فيه طرح السموم، الطريقة الذكية هي أن مع عصير خضار تعمل مع كبسولة بروبوليس، تفتح كبسولة بروبوليس وتفرغها مع هذا الكوب الكبير من عصير الخضار. وعصير الخضار تتناوله 4 أو 5 مرات في اليوم، ولكن 2 كبسولات بروبوليس. يعني هذا الكوب الذي ستأخذه في الصباح أعمل مع كبسولة بروبوليس، لأن عليه، لأن 5 كبسولات بروبوليس كثير على يمكن. ولذلك يعني هذا العصير الذي ستتناوله 4 مرات أو 5 مرات في اليوم، يعني العصير الصباح تعمل مع كبسولة بروبوليس، تفتحها وتعملها مع عصير خضار، تشربها مع عصير خضار، وفي المساء كذلك واحدة بروبوليس هذه، وفي الليل قبل النوم وحدة بروبوليس مع ماء معدني، وحدة بروبوليس مع ماء معدني هذه. وهذا الديتوكس، يعني هذا طرح السموم بعصير الخضر مع البروبوليس، هو اللي أعطى نتيجة. يعني كل الإخوان اللي نصحتهم به أعطى نتيجة، يعني حتى الإخوان اللي عندهم أمراض مناعية ذاتية أعطى نتيجة يعني باهرة. هذا طرح طريقة طرح السموم. وسترون بأن حتى الأشخاص اللي عندهم واحد الورم كيحسوا به، سيرون بأن هذا لما يعملوا طرح السموم، سيرون بأن هذا العضو اللي فيه سرطان سيحسون بأنه يرتاح، لأن ما يبقاش عندهم واحد، لأن صاحب السرطان يحس بالسرطان وليس هذا. وستلاحظون بأن الجسم سيتغير مع هذه عملية طرح السموم إن شاء الله. ولو أننا يعني تكلمنا كثير عن السرطان، لكن السرطان ينتشر بكثرة وبقوة وبسرعة، ينتشر بكثرة، ولا بد وأن نكثر كذلك معلومات ونصائح للناس. لماذا؟ لأن هناك من لا يصله الخبر، قناة على اليوتيوب من يشاهدها؟ يعني لا أحد، يعني 10,000 15,000 مشاهدة، يعني لا تؤثر في المجتمع. لكن هناك من ينقل المعلومات من القناة وينشرها هو ويبيع خلطات هو للناس، وليس هكذا الأمور، ليس هكذا الأمور. لأن هذا هو مشكلنا. يعني لماذا؟ لأن يعني هذا الشخص يجب أن يعلم بأن الله يعلم السر وأخفى، لأن الله يعلم السر وأخفى، وهذا الشخص لا يمكن أن يتصرف هكذا وكأن العالم ليس له خالق. لكن بهذه الأخلاقيات وبهذه التربية وبهذه النية السيئة بهذه الطريقة هذه،
يعني المجتمع سيبقى دائما ملوث، ليس جسم الإنسان لكن المجتمع سيبقى ملوث بمثل هؤلاء الأشخاص. أنا أعلم بأن كثير من الأشخاص نساء ورجال حتى اللي كانوا كيعملوا قنوات الطبخ، الطبخ الطبيعي والطبخ الجيد والطبخ والطبخ، تا هما انقلبوا ضد فايد، منهم هذيك ديال الدار البيضاء انقلبت ضد فايد، رغم أن هذيك بدات بفايد وانقلبت ضد فايد. لا بأس، مهم فايد ماشي في طريقه، الحمد لله ماشي يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن المشاهدات يجب أن يسمع الشخص مباشرة المعلومات ويسجلها ويأخذ قلم وورقة. لكن هناك أشخاص يعلمون بأن القناة عليها ضغط وكي سينياليوها، القناة اليوتيوب ما تنشرش لك الفيديو، إذا كان عندك سينيال لكانوا بلغوا عليك، ما يعطيكش، ما ينشرش لك الفيديو، ماشي البيبليسيتي باش تاخذ فلوس، لا، ما ينشرش الفيديو هو، لان كلما عليه كلما كان لايك كلما نشر لك فيديو. وكاين روبوت، هذا الروبوت ديال اليوتيوب، هو يتعامل اليوتيوب لا نتعامل مع اشخاص، نتعامل مع روبوت آلة. فالقناة لماذا المشاهدات ضعيفة؟ لان كاين تبليغ ان اليوتيوب ما كينشرش. وهذه المعلومات من سيأخذ الذنوب، الذي سيجمع الذنوب كثيرة هم الذين يبلغون، لان المعلومة لا تصل الى الناس، هم اللي غادي ياخذوا الذنوب هاد الاشخاص هادو. وان الله قلت يسمع ويرى، وانه لا زال في هذه الحياه ولا نتمنى له السرطان، لانه لما يصاب بالسرطان سيعلم بانه اذنب وبانه ظلم وبان الله سبحانه وتعالى جازاه بنيته. وانا لا اتمنى له سرطان، لكن اعلم ان هناك اشرار ياخذون المعلومات ويبيعون ويشترون مع الناس. هناك جروبات على واتساب وعلى الفيسبوك، انا ما عنديش جروب، دكتور فايد ما عندوش جروب لا في الواتساب ولا في اي هذا، انا لا ادخل الجروبات، انا ماشي شخص ديال الجروبات، ندخل نقرقب الناب. ولكن هناك جروبات الان فيهم شريرات، يكرهن فايد وينشرون الان يعني معلومات ضد الدكتور فايد، وينشرون معلومات فايد ولكن بدون ذكر الاسم. لماذا؟ لكي يغطوا على هذا الدكتور فايد، لكي يدفنوه إعلاميا، باغين يدفنوا فايد إعلاميا. ولذلك كثروا الجروبات والواتساب وكلهم داخلات، والشريرات اللي كينتميوا للجماعات الإسلامية الآن هما اللي عاملين جروب الآن، وكيكفروا ويلعنوا ويسبوا ويعني، وتيقولوا الناس فضحوا هذاك السيد. اش يفضحوني انا؟ ما عندي حتى شي حاجة، كيفاش يفضحوني انا؟ ما عندي والو، انا ما شفار ما قمار، الحمد لله مؤمن، أصلي وأعبد الله سبحانه وتعالى وأنفع الناس، وهذه هي عبادتي، عبادتي أني أنفع الناس وعدي باش نحاج الله سبحانه وتعالى. لما يتعالج شخص عنده سرطان وأنا لا أعرفه، هذه حجتي إن شاء الله يوم القيامة، وهكذا سأبقى وأنا أعلم بأن العالم فيه الشر. والحلقة المقبلة من بين الشريعة بين الحكمة والشريعة من دروس الفلسفة، الحلقة المقبلة ستكون حول الشر، هذا الشر اللي دوخ جميع الفلاسفة. أنا ملك حلقة على الشر، هناك من أصبح ملحد فقط لماذا الله خلى الشر في الكون، وهذا الشر لازم يكون، بالعكس لازم يكون الشر، لا يمكن أن لا يكون. وسنرى هذا في درس الفلسفة إن شاء الله غدا السبت، سيكون درس الفلسفة حول الشر. تحية طيبة لكم جميعا.